مشاهدي سبوت شوت، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج وجهه نظر. ضيفه اليوم الباحثه في الجرائم الماليه محاسن مرسل، اهلا وسهلا فيك. مرسي مرسي لك. يعني طلب نواب الحاكم امبارح بلجنه الاداره والعدل لبن العصفور او شروط وصفت بالتعجيزيه امام النواب لا قبول بتسلم مهامهم، ماذا يحاول نواب الحاكم ان يقول اليوم؟ يعني اول شيء انا خليني اقول منا شروط تعجيزيه ومنا لبن العصفور، لانه واقع الامر للخروج من الازمه الحالية يعني خاصة النقدية منها، لأنه هن قيمين اليوم بشكل أو بآخر أو ستنتقل إليهم ولو مرحليا إدارة الشؤون النقدية في البلاد على ملف شائك جدا. من المفروض وأضعف الإيمان أنه اللي هن عم يطلبوا اليوم كان المفروض يكون عم يتنفذ من 3-4 سنين، يعني عم بحكي أنا أول أزمة 2019. ولكن اللافت امبارح أنا لاحظت يعني تعاطي منه، يعني تعاطي غريب من النواب مع نواب الحاكم، يعني من خلال انه مسؤوليتكم شو عم تطلبوا هلا شو كذا، هيدا منا لعبه، هيدا منه بازار، هيدا بالاخير بلد عنده ازمه اقتصاديه ماليه ونقديه كثير كبيره، بلد عم بفل حاكم مصرف مركزي هو قبض على السلطه النقديه كل هذه السنين، طبعا مول الطبقه الحاكمه ومول عمليات الفساد بشكل او باخر، كان بيقدر يفيد البلد على أول 10 سنين من الخروج من مرحلة الحرب الأهلية مع دعم سعر الصرف، إنما بعدين تحولنا لغابة. هيدي الغابة قائمة على جلب ودائع بفوائد عالية ومن ثم إقراضها للدولة أو لفئة من المحظيين، فتنا بالبونزي سكيم وشفت نحن لوين وصلنا. فبالتالي كتير عيب يقولوا إنه هن عم يطلبوا لبن العصفور أو عم يطلبوا مستحيل. طب في استحالة اليوم، في تشريع، وعن جد اليوم مش استحالة، في نعمل تشريع بالحد الأدنى بس كمان بالحد الأكبر، طالبين مشروع موازنة وكابيتال كنترول وإعادة هيكلة المصارف. قد تبدو هاي الأمور بديهية ولازم أقل ما يقال أنه نعملها، لكن عن جد إحنا قادرين نعملها وحاطين مهل لحتى نقدر خليني أقول نتخطى مش هاي المحلة. خليني أقول أنه المجلس التشريعي اليوم بلبنان والسلطة التنفيذية هن ما عم بيقوموا بواجبهم يعني للخروج من هيدي الأزمة. الكابيتال كنترول كان مفروض يقر بال2019، سقفة بال2020، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الانتظام للشأن المالي في لبنان، القوانين الإصلاحية الأساسية المطلوبة، الإقرار موازنة، ما في موازنة بتجي مؤخرة 10 أشهر فيها يعني قرابة أكثر من 60 صفحة عم تحكي فيها بس عن ضرائب، موازنة تفتقد يعني استحلات هيك على سريع انه يكون بس مقدمت لك شي مشروع تنموي او في برنامج لشبكات الحمايه الاجتماعيه. يعني اذا نحن بنجي بنطلع من عن كبير دون انه نكون عم ننتقد لننتقد، في خطا كثير كبير. هن ما عم يطلبوا المستحيل، هن عم يطلبوا الامر الواقع. اتضح انه هن من سنه ونص او اكثر عم بيقولوا انه عندهم مآخذ على اداء الحاكم، خاصه فيما يتعلق بموضوع صيرفه وزير المال، وارسلوا له كتاب ما كان عم بيستجيب. اتضح لهم انه بمساءلتهم للحاكم عن صيرفه كان عم بيقول لهم انه نحن ما عم ناخذ مصاري من الاحتياطي، اللي بعدين يكتشفوا انه نقص 3 مليار دولار. اتضح انه عم بيقول لهم انه لا، عم بتفيد انه الناس، ليجي البنك الدولي يقول لك في ارباح باقيه، ارباح تحققت غير شرعيه 2.5 مليار دولار. طب البعض يمكن مش عم يبرئ انه اليوم انه هيدي معقوله، هاي التعاميم اللي بتحمل توقيعهم واكيد بتمر يعني وبتمر اكيد يمكن هاي القرارات. التعاميم ما بتحمل توقيع. طب شو شغله نواب الحاكم اليوم اذا هالقد مقام؟ انا هقول لك شغله، اليوم نحن بالكلام عن شغله نواب الحاكم، اليوم بنقول انه الضروري الاحتكام لقانون النقد والتسليف على الرغم انه بيحوي بعض الثغرات وبحاجه لبعض التعديل. نواب الحاكم الحاليين بيختلفوا عن المرحله السابقه يلي حكمت المجلس المركزي في لبنان. وخليني اقول لك اكثر من هيك، اي نواب حاكم هن بيجوا مثلهم مثل اي شيء بالبلد، 6 و6 مكرر وبناء على اتفاق سياسي، صح ولا لا؟ وحاكم المصرف المركزي طيله هيدي السنوات هو تفرد بالقرار، يعني هو ياخذ الامور على عاتقه. يعني حتى انا مره حدا بيخبرني بيقول لي انه نحن لنقول انه بده يصير في عمليه تدقيق او ما تدقيق وكذا، انت في مهله زمنيه معينه مفروض الحكومه تجي، المفروض المجلس المركزي يقدم لك هيدي البيانات لانه انت تقوم بتدقيقه العرضه لتشوف اذا مخل للقانون، في قصص بتحيط علامات استفهام.
يجوا يقدموا يعني للمجالس بالامانات حتى ما نكشف اسماء، يجوا يقدموا ما عنده ما في حدا يساعده، يقدموها قبل 3 4 ايام. طب لانه بتكون المهله اصلا قطعت، يعني عم تتخيل انت لما تحكي بحجم مثل المجلس المركزي مثل البنك المركزي، بدك شركه تدقيق لا تقل عن 16 شخص او فريق عمل من الدوله هالقد، بدك نواب حاكم. نحن كنا نشوفهم بكل صراحه، يعني كلهم الى حد ما طبعا للوجاهه يمكن تكون كلمه قاسيه، بس او هن انه هالقد كانوا خلص انه مكتفيين بهذا المركز او لا. انما نجي هلا الاربعه الحاليين نحملهم وزر هيدي الثلاث عقود، ابدا هذا منه منطق، بعيد كل البعد. بس شو عم بيحاولوا يقولوا اليوم؟ عم بيحاولوا اشراك يمكن السلطه التشريعيه، عم بيحاولوا وضع الناس يحملوها كره النار هيدي اليوم. مش قضيه هي هيدي كره النار، مفروض السلطات التشريعيه والتنفيذيه ما كانت تعطيه وكاله لرياض السلام باداره التفليسه. ما في بلد عنده انهيار اقتصادي ومالي ونقدي يدار بتعاميم. تعاميم شو عملت عندك؟ تعاميم خلقت لك تعددية سعر الصرف صح ولا لا؟ دوبت لك إذا بيقول بسنة واحدة صندوق النقد 10 مليار دولار من الودائع، هيدي ودائع مين؟ هيدي ودائع صغار المودعين. خلقت لك بسبب انه انت تعددية سعر الصرف قد صار عندك معدلات التضخم عالية عندك ببلدك، قد عندك فقدت الليرة من قيمتها 95% من قيمتها. هيدي نحن مش سعدانات او بهلوانات، هيدي تدمير ممنهج. يعني انت وكأنه جاي عن جد يعني عم تعتمد سياسة الارض المحروقة بشكل او باخر، لتقول انه ما بالجريمه بالعاده انت كيف بتقدر تلغي الادله؟ بتحرقها النار، بتاكل كل شيء. بتتذكر بالزمانات يعني قبل ما هلا يفوتوا طبعا بالدي ان اي وبالتشريح وكل هيدي القصص. لهيك نحن بنقول انه هن ما عم يطلبوا لبن العصفور. الناس عارفين انه بكره بيوم او باخر بده يتحملوا مسؤوليه، هن مش مبدأ مش قد، لأنه ما قادرين يعملوا شيء، ولأنه بالأخير الحاكم يعني الحاكم لهم بالمرصاد. شفنا بس قالوا أنه بدهم يستقيلوا شوي، أنه طلعت الليرة يعني تقريبا لعبة خسرت 5-6% من قيمتها هيدي خلال ساعات بالنهار. هاي هزت عصا، هو اصلا هيك يعني هو بيعتمد سياسة العصا والجزرة. طب بطبيعة الأحوال يعني هو القابض على السياسة النقدية وبيتحكم بالابلكيشن، وبنقول هو طبعا يعني هو مغطى وفي فريق كبير من المضاربين على النقد. يعني بعد هالمطالب لنواب حاكم مصرف لبنان، نواب الامه للاسف تهيبوا الموقف، وحتى البعض طالب منهم وخافوا وطالبوا التمديد لرياض سلامي او حتى الاتيان بحاكم اصيل لمصرف لبنان. الا ترين ان هنالك خطبه مخفيه تتعلق بشخص رياض سلامي تحديدا؟ اولا رياض سلامي مثل ما بيقولوا اذا راح بالجسد فطيفه حيضل حاضر، يعني بطبيعه الاحوال يلي رسم كل هيدي السياسات وهلا عم تستفيد منها، والدوله اجت اعترفت بدان هو رتبوا عليها 16 مليار دولار بمشروع الموازنه ورد هذا الامر، فبالتالي هو حيضل الحاكم بامر المال مثل ما فينا نسميها. اما هلا فيما يتعلق ب عم نشوف هلا هيك طوشه اعلام على رجال دين على رجال سياسي كانه البلد حتخرب اذا راح رياض سلم، ما هو خلص ما هو رايح اصلا يعني رايح على الخراب وبده يضل على عرش الخراب بطبيعه الاحوال. رح يبقى يعني حاكم ظل؟ هو طبعا هو حاكم الظل، لو ما مددوا له لرياض سلامه، لو ما عينوا لرياض سلامه، واصلا هنالك يعني عوائق قانونيه عده بتحول دون هذا الامر. ما دام عم يحكوا طيب مين بده يمدد له لرياض سلامه؟ يعني شفنا امبارح مش تمديد على الاقل يمكن لقاء ديمقراطي كتله التنميه والتحرير انه نادوا بتعيين حاكم طبعاً جديد لمصرف لبنان. طبعا هو لازم يتعين حاكم جديد للمصرف المركزي، بس مش رياض سلامه اكيد، بس لازم يتعين حاكم مصرف مركزي. انا ما في انطر منه بلا هي في استمراريه عمل مؤسساتي بالبلد، منه بلد سليم ولا بلد سوي انه انا اربط الفراغ الرئاسي اللي هو كمان اكبر شيء كثير غلط بالبلد بفراغ مؤسساتي طويل لانه ما في اتفاق على الاسم. مين بيتعين؟ هو انه هيدي حكومه تصريف اعمال، بس ما في استمراريه العمل المؤسساتي بالبلد، هي في مصلحه عامه تتفوق عن المصالح الخاصه لهيدي لهالمهاترات السياسيه اللي عم بتصير. اليوم تعيين الحاكم بيتم على سله من الاسماء باقتراحها الوزير الوصي اللي هو وزير المال وبعينه مثل ما صار بالقبل يعني. وفي شخصيات مارونية عدة مشهود لها بالنزاهة وعندها خبرة مالية واسعة بهذا الأمر، مع العلم حتى الحاكم الجديد اللي بده يجي
اذا ما انت جيت، اذا يعني هو عم فور عليك تصير حاكم، هلا بيتهمونا عم نصادر عم نصادر المنصب. اذا ما اجى على باكج كامله من الاصلاحات السياسيه والماليه والنقديه، ولما احكي اصلاحات سياسيه انا هون طبعا بروح على التشريع الصحيح، يعني التشريع اللي بيحاكي واقع الازمه، يلي بيدور لك على سله قوانين بالفعل بتحل الازمه، مش مثل اقرار قانون السريه المصرفيه اللي برام ورجع بشكل او باخر حصل رفع السريه المصرفيه بهيئه التحقيق الخاصه. فبالتالي يجب على الحكومه اليوم ودون انتظار تعيين رئيس للجمهوريه، بالاخير حاكم المصرف المركزي مثله مثل اي موظف، يجب ان لا يكون هنالك فراغ بسده الحاكميه، عرفت علي كيف؟ ويكون في حاكم ويكون في مجلس مركزي يعتمدوا بالفعل يعني وفقا لقانون النقد والتسليف السياسات النقديه الصحيحه والدقيقه، مش مثل القبل مثل ما هو كان يعمل يجيب له نوراء امضوا وهن يمضوا على بياض ومبسوطين. اوكي، وصلنا لنقطه في غايه الخطوره والاهميه. بعض النواب تبرعوا امبارح بجلسه لجنه الاداره والعدل بانه يقولوا الدولار رح يوصل ل 300 او ل 600 الف، بلشنا نشوف هذا التهويل من عدم يمكن السير بصيرفه، رح يودي فينا للمجهول، رح ياخذنا على خط مالية. بلشنا نشوف التهويل بالنسبة لما بعد واحد اب، شو السيناريو اللي متوقع؟ اول شيء اول شيء شكلهم هالنواب يشتغلوا بصيرفة منيح لهيك عم بيسوقوها، يعني في بلش الخوف. الخوف لدى المضاربين، الخوف لدى المستفيدين من منصة صيرفة. منصة صيرفة هي يعني آلة جديدة للقضاء على ما تبقى من أموال المودعين وللمضاربة على الليرة. رشاد خلينا نعود بالزمن لما حاكم مصرف لبنان بلش يلملم مصاري ليبيعهم على منصة صيرفة تحت حجة للتجار ولما بعرف مين ولما بعرف مين. قد ايه وصل دولارك؟ وصل دولارك ل 145 ألف، صح ولا لا؟ بالمقابل ما شفنا أسعار سلع وخدمات تراجعت، مزبوط ولا لا؟ ما شفنا قدرة شرائية لموظفي القطاع العام تحسنت. اولا هيدي صايره كذبه اليوم عم بيتم من خلالها استنزاف اموال المودعين، عيب على نائب عن الامه يعني، او انه يخليه ما بعرف كيف اجا، بس انه يخليه بال يعني يمسك له كتاب يقرا شويه قانون ما يفوت بهيدا القصص. دولارك 300 ألف ليه؟ تعال انا وياك هيك نقراها نعملها حسبه بلديه، مش حنقول شيء ثاني. اليوم صندوق النقد بيقول انه انت عندك الكاش ايكونومي 9.9 مليار دولار، اوكي؟ يلي تقريبا نسبته 45% من اجمالي الناتج المحلي، طبعا ارقام هذه المؤسسات بتبقى خلينا نقولها ملطفه، يعني اذا انا بجي انا وياك بتطلع اليوم ببلد مأزوم في بعض الفوره بلاقي لا انه الكاش ايكونومي اعلى من هيك بكثير بالبلد اذا ما كان ضعفين، اوكي؟ بدي اجي انا وياك اليوم التحويلات الرسميه المعترف فيها 6.5 او 6 مليار دولار، مزبوط ولا لا؟ طيب هيدي المعترف فيها عدا اللي بيجي بطريقه بفوت المسافرين يلي تقريبا بفوتوا لاهلهم كل موسم اعياد، شي عندك شي مليارين دولار بيجيبوهم معهم، مزبوط ولا لا؟ عدا عن التحويلات اللي بتصير بطرق انا وانت ما بنعرفها، يعني هيدي بتصير. بالتالي البلد في كتير دولارات في البلد، يعني اذا انا بدي سعر الدولار على العرض والطلب عرفت بقى انا ما نقصني دولارات، ما حدا عم يروح يطلب دولار اصلا، ما حدا ما الدولار ما كل شيء الدولار، ما هن طلعوا بقرارات من السياحه للاقتصاد. ما هو وزير الاقتصاد سبق العالم يقول وقتها كان مسوق لحاله يجي رئيس حكومه، قال انه اذا الدولار ل 200 ل 300 الف وانا اذا جيت رئيس حكومه مستعد احط بتصرف الشباب، عرفت؟ هلا هو ليك عمل منيح، يعني هو انه اجى دولار الاسعار ووعد انه هيدي تكون مثل مؤشر الاسعار لحتى ما تزيد، واذ بسحر ساحر وقبل دخول الرسم الجمركي حيز التنفيذ وكانت معدلات التضخم العالمية عم تتراجع وكانت أسعار المحروقات العالمية عم تتراجع حتى ما يكذبوا على الناس، لقينا الأسعار عم بتزيد 20 و25% بالدولار. وين بيكون الحفاظ على القدرة الشرائية؟ قد لازم يكون يعني سعر الصرف اليوم وفق المنطق مش وفق الحقيقة؟ وأكيد وفق المنطق، يعني إذا وهيدي طبعا أنا مش لإلي أحمى يقولوا إنه محاسن قاعدة عم تحكي، اسأل أهل الشأن والناس يلي بتقيس الكتلة النقدية مقارنة بالدولارات الموجودة بالبلد، ما لازم يتجاوز سعر الصرف 45 ألف ليرة لبنانية، ما لازم يعني 45 ل 50 ألف، يعني فينا مع مضاربة فينا نتوقع يعني مع دخولنا عصر المنصة الجديدة إذا خلوهم يعملوها
ممكن ينزل السعر او ممكن نقدر أول ننزل شيء السعر خليني أقول لك 45,000؟ شو هي المنصة. هقول لك شو المنصة الأساس يلي هي بتشتغل عليه المنصة قبل ما أنا أحكي على منصات رياض سلامي يلي هي منصات من علي إكسبرس ما خاصة بالشأن النقدي. بلا مثل ما هي عم أقول لك إياها رشاد، المنصة كانت مفروض تكون قاعدة للتداول بيع وشراء الدولار لمن أنت تحرر سعر الصرف، صح ولا لا؟ انه مثل اي بلد مثلا اليوم مثلا بيحددوا لك انه لنقول الجنيه المصري بين هالقد وبين هالقد، مزبوط ولا لا؟ وبتصير انت حسب العرض والطلب وحسب قد ايه بتتحسن قيمه النقد الوطني عندك مقابل العملات الاجنبيه، اوكي؟ بس ما شغلت. وطبعا بيتدخل المصرف المركزي بحدود مقبوله مقبوله ومحدده لحتى يمنع هيدا الانفلات بسعر الصرف. نحن شو عمل؟ نحن تدخل لولع الزيادة المضاربة على الليرة وصلت ل145,000، صح ولا لا؟ مين اللي كان عم يشتري دولارات من السوق هالقد بهيدي النسب؟ طبعا أنا عم بحكي بالإضافة إلى المضاربة وكل هيدي العوامل. ساعتها هون بصير عندك هي منصة بتبيع وبيتم شراء الدولارات عليها، لأنه في بلد سليم عم بيطلع من مرحلة تعددية سعر الصرف يلي هي من أحد العوامل الأساسية اللي أججت لك التضخم واللي ضربت لك على النقد الوطني واللي أدت إلى تفشي الفقر اليوم. يا جماعة الناس، في ناس فقراء، لا عجقة المطاعم مؤشر ولا عجقة الطريق مؤشر ولا 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 هيدي هلا هيدي الفوره هيدي مؤشرات، هيدي ابدا، هيدا اقتصاد مريض منه اقتصاد سليم ابدا. مش هيدي المؤشرات انا اذا بتحدد لي اذا انا طلعت من الازمه ولا لا، مثل ما كل الناس عم تحكي ولبنان بخير وانتم بتنقوا. خلينا نسال السؤال الاهم اليوم، منصه صيرفه هي اليوم باقيه وتتمدد مثل ما انه سلامي باق ويتمدد، هل سيتم السماح لهم بانشاء منصه مثل ما بتقولي هل قد فيها شفافيه مع وكالات عالميه مثل بلومبرج او رويترز؟ هي لانه بتصير مثل الاسواق الماليه يعني، فحكما وحتما بترتبط بهيدي الوكالات العالميه. بس انا حقول لك شغله، هلا هن عطوا لايلول، هلا بكره لايلول مثل الطريقه اللبنانيه اللي بتصير، بتقوم دولابين من هون محروقين بيعملوا لك لعبه دولار، بلاش نشوف هسه المصارف كمان بلش تهول هلا كمان يعني. ف يعني ممكن القصص تبقى مفتوحه يعني، خاصه انا بتفاجئ انه نواب امي يطلعوا يدافعوا عن منصه صيرفه. هيدي انا ما بحياتها بتصير واحد عم بيدافع استنزاف بس اموال بس المودعين. اذا شلنا منصه صيرفه هذا الشيء بيعني بالمقابل في عندنا خضه ماليه بدها تصير، هذا الشيء الترويج اللي عم بيصير له. ايه خضه ماليه للمضاربين، انا اذا بدي اجي بدي حافظ على القدره الشرائيه للموظف، مظبوط ولا لا؟ طيب كيف تأمين الرواتب وهي منصه صيرفه هي اللي عم تأمن هي الرواتب؟ بضل في حصر، ما هن من الاقتراحات اللي مقدمينها انه فقط حصر الامر بموظفي القطاع العام، ويعتبروا هذا الامر دين على عاتق الدوله اللبنانيه يمكن بقيمه 200 مليون دولار بالشهر، عرفت؟ بس حصروها بموظفي القطاع العام، وهذا الشيء الصح، هذا الشيء الصح. انا اذا بدي ادعم القدره الشرائيه الى حد ما بحصرها بس، مش بعمل مثل قبل. نحن يعني كل الاموال استنزفت على الدعم الخاطئ اللي كان بالقبل وشفنا شو صار، ودعم هلا صايره فهي دعم، هي دعم، هي من سياسات الدعم. بس هلا انت عم تدعم دولار وعم بتسجلهم على خسائر على عاتق الدولة اللبنانية. يعني التهويل اليوم برحيل سلامة أو الحنين لسلامة اللي عم نشوفه اليوم خلال مجلس النواب، يعني هذا سببه هو صيرفة، صيرفة سلامة إيكوال صيرفة، يعني إذا فل سلامة نحن خايفين صيرفة تبقى ولا لا، هذه هي المعركة الأساسية اليوم. سلامة اليوم المعركة الأساسية طويلة كتير، بس هي منصة صيرفة اليوم خليني أقول مرحليا أم المعارك، لأنه انت بالقبل هو كيف كان مسكتهم للشباب يعملوا اللي بدهم اياه، احجيات ماليه ونقديه، ارانب، بهلوانات، سعدانات، بعدين بالاخير بند موجودات. يعني اول مره ميزانيه مصرف مركزي بيكون فيها بند موجودات، كل مره بينتفخ بزيد 54 مليار دولار، لانه قرر الحاكم اخر مده يزيدهم، يعتبرهم هذا دين على عاتق الدوله اللبنانيه، سواء من خلال عمليه القطع التبديل من الليره ام الدولار، ام ايضا من خلال يعني تدين الدوله اللبنانيه. فجاه وعي وصار يقول انه هيدا اتفاق على ايام الوزير جهاد ازعور، هو الامر يلي رفضه جهاد ازعور. بعدين اكتشفنا انه بمشروع الموازنه اقرت الحكومه الحاليه 16 مليار دولار دين على عاتق الدولة اللبنانية مثل ما اعتبرها رياض سلامي.
لوين رايحين بالنسبة لسعر الصرف اليوم هيك بكل اختصار بعد 1 آب؟ هذا بدنا السيناريو هيك كيف بدنا ترسميه نشوف ال بالنسبة للواقع وليس بالنسبة يمكن المنطق؟ ال ال المنطق ما بيقول الدولار لازم 45,000. الدولار ويمكن يكون اقل، لانه انتبه هيدي برجع بقول لك مؤشرات كل واحد بيقيسها بطريقه ما، بس اكيد مش اعلى، اكيد مستحيل استحاله يعني، نظرا برجع بقول لك لكميه الدولارات الموجوده، ونظرا هلا فجاه بعدين طبع هذيك المره 112 الف مليار ليره، ما عرفنا ليه، ما نعرف ليش والاسباب الموجبه ليطبع هيدي أنت هيدي الاموال من اسبوع او اسبوعين تقريبا. هذا ليش شو هذه كتلة الحجم؟ نقدية كمان رح كتلة تزيد نقدية بالتضخم كبيرة. ايه طبعا، ما هيدي انت كل ما كبرت كتلتك بالليرة اللبنانية بتؤدي الى مزيد من انهيار قيمتها. قد هذا الشيء خطير عفوا اليوم هذا الرقم لأنه بس طبعا تعقب عليه. اكيد خطير، ما نحن مشكلتنا الأساسية انه كان عندنا فلش للليرات مقابل يعني كمية ضئيلة من الدولارات. هلا هو انه ما هو انت هون ما بتعرف شو في براسه، انه هل ستستخدم هذه الكتله عن جديد للمضاربه على النقد الوطني، وهل ستكون شماعه، لانه شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك ايه ما هو فلت لانه في كتله نقديه هالقد هالقد بالليره اللبنانيه بالتداول. تفهم علي كيف يعني انا وياك يعني اذا عم اذا 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 عم نقيس الامور انا وياك بالسليم كيف عم بتكون؟ سعر الصرف اليوم هو حسب اهواء رياض سلامه والمضاربين. إذا لقوا عكوا النواب الحاكم مصرين على إيقاف عمل منصة صيرفة، مثل سيناريو السبت هو ذاته، بس هالمرة بنرش له أكثر هيك نار بنزين، نار بنطلع أكثر، والناس صار عندها هاجس. يعني أنا اليوم كله بالدولار، كله كله كله، إذا بتروح أنا وياك بقي بس معاشات الناس بالليرة اللبنانية، مزبوط ولا لا؟ ومش شغلة يعني هن الحفاظ على سلامة النقد، النقد ضربوا بتعاميمه بتعددية سعر صرفه وضرب النقد الوطني. حكينا عن منصة صيرفة وعن المستفيدين من منصة صيرفة، قد يكونوا ضباط، قد يكونوا كبار يمكن المتمولين، قد يكونوا البنكرجية، إذا فينا نقول البنكرجية بلشوا اليوم يهولوا بالإضراب، وفجأة طول هاي الفترة ما كان في شيء، اليوم فجأة إنه إضراب. هل يتم التحضير لنيو 17 تشرين؟ كمان هيدي رسالة أو هيدي أكيد هزة عصا كمان من المصارف؟ شو عم تقول أنا المصارف؟ أنا بدي أقول أول شيء نقطة ما حتعجب الكل، بس اتضح بعدين إنه مش كل التحركات هي سليمة وسوية. يعني في احيانا تحركات ممنهجه لتقول المصارف انه هي مستهدفه وبالتالي تاخذ غطاء لتعطل او لتنظم عملها ولترجع تعملنا مثل الاي تي ام اللي يكون التداول عبر الاي تي يعني ام. لا بس هجمات قصدك المودعين اليوم هي غير بريئه برايي؟ في بعض الهجمات، انا صراحه السيناريوهات مفتوحه على كل الاحتمالات، لانه بعدين عم نشوف عم تتكشف فضائح على ناس وشخصيات شفناها هي قامت بعمليات اقتحام، لبعدين نكتشف انه في تشبيك مش طبيعي بينه وبين المصارف صارف وبينه وبينه وبين عرفت يعني يستخدموا كأدوات. هول مش عنده، هول يعني هول هيك التاريخ للأسف عم بيصير. في برجع بقول لك المصارف هي دفعت الناس لاستيفاء الحق بالذات، في مودعين بالفعل عم يجوا لياخذوا حقهم بذاتهم هو محقين، بس في ناس محركه ما نضحك على بعض، اشعال واحراق، قعدوا جمعتين سكروا على العالم. قد ايه صار دولارك وقتها؟ خليني اتذكر انا وياك، صح ولا لا؟ شو عملوا وقتها؟ يعني اليوم هي ذاتها، اليوم نحن كل ما نشوف ممكن المصارف يعني 17 20 ايه هل طبعا من رابط او أصعب تحضير من لنيو 17 20 اليوم؟ اصعب من 17 لخضة تشرين ربما مش جو رشاد، اصعب من 17 تشرين، لانه انت 17 تشرين كان بعدك على اول الازمه، اليوم انت غارق بوحل الازمه اللي نحن ما عم نطلع منها. فهن المصارف عم بيحاكوا الواقع، يعني اليوم هلا بده يضغطوا على نواب الحاكم، بدك تشوف انت عندك متغيرات جديده، شو القوانين التي تقار. اليوم مثلا رئيس مجلس الشورى دولي مقدم دراسه للدوله اللبنانيه عم بيطلب فيها اعاده تخمين املاك الدوله اللبنانيه لاعاده الودائع المشروطه على ان لا تكون مشموله للمؤسسات والادارات العامه. على اي اساس؟ مين بيجي بيقول بدي خمن انا مال عام؟ عرفت؟ بس لحتى قصدك انا عن تقرير مجلس شورى الدولة صح اللي 100% قدم دراسه فادي الياس، يمكن الرئيس فادي الياس حتى يمكن ان شاء الله اسمه ما اكون مغالطه فيه، مقدم دراسه للدوله اللبنانيه بيطلبها فيه باعاده تخمين ممتلكاتها
طبعا، وعلى هذا الأساس لرد الودائع المشروعة، وحاكي كمان أنه عن موضوع النفط وقديه مساهمة موضوع النفط بهذا الأمر، ومستثني بهذا الأمر المؤسسات والإدارات العامة. يعني ما بعرف أصلا صراحة تحت أي صفة هو بس عطى هو من هذه خلال الدراسة. الاستثمار بقطاعات الدولة، ويمكن كان في توضيح منهم انه هو ليس لي يمكن يعني لن يهدر حق الدولة اللبنانية وعن ممتلكات الدولة اللبنانية، وفقط يمكن الاستثمار، الاستثمار أولا بها. حقول لك نقطة، هذا المال مال عام، المال العام يوظف لخدمة العامة، يوظف لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. يعني شو؟ يعني مدارس مجانية، قطاع صحي سليم، نقل عام، اللي بدك إياه. مش أنا جاية بدي خصخص أو سلمهم، لأنه بالأخير يعني بصير هذا الأمر مثل ما نقل رياض سلامة 54 مليار دولار على عاتق الدولة اللبنانية، هي بصير دين ممتاز. شو دين ممتاز؟ يعني أنت اليوم بس تتعثر عن إيفاء الدين، بنرجع على محفظتك المالية، شو عندك؟ عندك عقارات، اوكي، او بجي انا بخدها بقول لك خلص انه هيك بعمل عمليه تسويه انا وياك، او بقول لك يا عمي انه استثمرها على مدي. يعني انا عم بجرب هيك شوي للمشاهدين هون لهم اياها. وهذا اليوم اللي عم بيصير، عم يبرموا 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 ليطلعوا المصارف، في يبرقوها اصحاب المصارف، برجع بقول اصحاب المصارف، عم يفكروا انه نحن مش مشكلتنا مع القطاع المصرفي، نحن مشكلتنا مع المصرفيين اللي حكموا، يبرقوهم من اي مسؤوليات، وبالتالي بحافظوا على مكتسباتهم وعفى الله عن ما مضى وخلص. نواب الحاكم قادرين عن جد نحن يسيطروا على هذا الوضع يمكن اكيد لا، الجنوني والكارثي؟ منهم اليوم قادرين الاحتياطي يعملوا كانوا شيء عم ابدا. بيقولوا 9 مليار و25 مليون دولار تقريبا صار الاحتياطي احتياطي. اقل من هيك، اولا من زمان انا بقول لك اقل من هيك الاحتياطي بكثير. يعني الاحتياطي الاموال القابله للاستعمال الموجوده لا تتجاوز 3 مليار دولار، اف يعني هذا والباقي الشيء ما هو رح يقضينا شهور. تخمين، سواء سندات يورو بونز، ما بعرف اذا حاسبين مع حقوق السحب الخاصه. يعني لانه نحن نفتقد الى الشفافيه والدقه بالارقام بس الصادره عن بهالحالة مصرف نواب لبنان. الحاكم حتى ما عندهم شفافية وما عم بيصارحوا الناس مش هن ما هن بخطورة الوضع لا داخل هن خزينة قالوا، مصرف نحن لبنان. قالوا اكثر من مليار و200 مليون دولار ان نقرض الدوله لتغطيه رواتب والاجور، يعني لستة لدعمهم أشهر على صايره، فما فينا اكثر من هيك. يعني شو معناتها؟ قد ايه معك مصاري؟ فقط هذا المبلغ. بس قادرين احنا نكمل بفترة فراغ رئاسية عم بيتم انذارنا انه يمكن مجلس النواب الحالي او حتى هذه السنة ننسى انه في رئيس للجمهورية؟ قادرين نكمل نحن باللحم الحي مثل ما بيقولوا؟ هلا بدك، نحن اصلا شعب عايش عارف انه لا في سلطه ولا يعني منيح اللي بعد في عنا بس امن وامان. صرنا في يعني فوضى هلا، ايه فوضى طبعا فوضى، وهون يعني نحن الاساس اليوم انه هو الحفاظ على الجيش اللبناني والقوى الامنيه، يلي بالفعل رغم كل الازمه هن بعدهم عم بيضبطوا الامن. انتبه انت ببلد هالقد عندك ازمه، شوف معدلات الجريمة بعد قديش مقبولة، وهذا إذا شيء الأمر بيعود قديه فعالية الجيش والقوى الأمنية يلي بالفعل باللحم الحي. يعني اليوم إذا في دعم لازم يكون في دعم لهيدي المؤسسات يلي حامية الأمن، وبنرجع للمدارس ولا ولا ولا. بس في شيء بعده موقفنا غير الجيش، بس نحن بنخاف انه هذا البنيان ينهار وقفنا إنه أنت بتعرف على كل الناس اللي تحته. هيدا البلد محكوم، يعني كله عنده ميوله السياسية، هن بيقولوا انزلوا هن بيقولوا نطلعوا، فبالتالي هلأ كله مرتاح. بعدين هقول لك شغلة، حدا قال لي هذيك مرة، قال لي الناس عايشة، عن جد الناس عايشة، الناس عايشة أصلا، إنه الناس ما بتفرق معها إذا صار في رئيس أو ما في رئيس، الناس بلا تاكل وتشرب وتعيش وعم تأمن هالفريش دولار صار بس، عندها هاي هي مخزون لا منه خلص. أكثر ولا أقل، وتبقى مستورة. هل قد حجمها؟ صار رئيس ما صار رئيس، مين ما أخذ أمي صار عمي، آخر همهم. بس في سؤال مهم بالنسبة لرواتب القطاع العام بعد مغادرة رياض سلامة، ما مصير رواتب لا موظفيه؟ بتضل رواتب موظفي القطاع العام، ما خص رياض سلامه اليوم، اليوم الانفاق عم يتحول من وزاره المال للحساب بمصرف لبنان، وعلى اساسه عم يدفعوا رواتب واجور بحسب وزاره المال، انه حتى ما احتاجوا اي اقراض من مصرف لبنان، وانه الواردات يلي جابوها هي عم بتغطي المصارف، اليوم فقط هي عمليه مبادلات ماليه. وقالوا نواب الحاكم قالوا لهم انه نحن اذا قادرين بنغطي هالقد لا يعني لا رواتب وأجور، وبتصور بيوصل الديل على هذا الأساس. بتحبي تضيفي شيء قبل ما نختم؟ أكيد أنا بدي أقول اليوم أنه لا أسف على مرحلة رياض سلامة، للأسف يعني هو اليوم خرج على جثة الليرة اللبنانية،
وعلى يعني على تضخم وفقر كبير كتير في لبنان. طبعا السياسات النقدية لا تختصر فيه، هي شبكة ما بين الحكومة وبين مجلس النواب، ولكن شاءت الظروف هو أن يلزم بإدارة التفليس في السنوات واللي عم الأربع بيهولوا الأخيرة. بخروجه ويا ويلنا من بعدك يا رياض إيه سلامة، طبعا شو نقول معودة له؟ على البيرول ومستفيدين منه ومضاربين وبنشوفهم يعني بياكلوا قتلة وبيرجعوا بيقعدوا على الهوا بس لنكفي حملة التلميع يعني مش يا للحاكم. ويلنا من بعد رياض سلامة، ابدا نحن بالعكس، رايحين نحن لمطرح نتطلع منيحة. اول شيء نواب الحاكم اليوم رغم كل التقويس عليهم تحيه لهم، لانه قدروا، ما فيك تحملهم شيء هني ما خصهم فيه، وحكوا قصص بالحقيقه شو عم بيصير فيهم. تحيه لهم ولشجاعتهم على الرغم انه هني مكبلين الايدي ما قادرين يعملوا شيء اذا ما في تشريعات، عم بيطالبوا بتشريعات، عم بيطالبوا بسقف القانون. ما تحملوهم اكثر من اللازم، عودوا لارباب الازمه، انما لايتام السياسات النقدية أو لرياض سليمة ما تخاف، باقي يعني باقي هو الحاكم في أفضل المصارف يعني. خايفاني، في عندها عمولة 5% من صايرة، فخايفاني تفقدها كمان، هذا هلا الشيء لا نقطة مهمة. انتبه، هيدا اللي مبين يعني، حتى نواب الحاكم مسألوا على عمولات المصارف ما قدم لهم أرقام، قد ايه أرقام دقيقة قد ايه عمولات المصارف اليوم يعني. المصارف أمعنت بإذلال الناس وبسرقة الناس، يعني احنا حتى تخطينا هامش الربح المقبول يلي بتستفيد منه. وأنا برجع بقول لك، مش القطاع المصرفي، المصرفيين القيمين على السياسات المصرفية بلبنان. لبنان ما بيقوم دون قطاع مصرفي سليم، ولا ممكن نلاقي انتعاش اقتصادي دون قطاع مصرفي سليم. الحاجة لسلة التشريعات اليوم قبل بكرة يلي حكوا عنا نواب الحاكم، يلي كتير خطط سبقوا حكوا عنا. أما فيما يتعلق بموضوع موازنة العام 2023 فهي صراحة يعني كأنه حدا جاي ينتقم من الناس، يعني كل ضرائب بالوقت يلي أعفوا الأملاك البحرية، تخيل كل ضريبة الأملاك البحرية 25 مليار ليرة، أعفوا ضريبة التحسين يلي هي أنت بس بتعمل إعادة تخمين لبكرة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وزادوا دولار على الناس اللي بتقبض دولار 15 و25%، لك حتى لحقنا على لتر البيبسي مثلا يعني، او تخيل لوين، حتى زايدين عليه ضرائب ورسوم. محسن مرسل، شكرا لوجودك اليوم. ميرسي لك. مشاهدي سبوت شو تايك، بنكون وصلنا لختام هالحلقة، بتشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.